وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد رؤوف. ازيك يا اوف؟ ازيك يا كابتن؟ وحشني يا حبيبي. ربنا يخليك. انت اللي وحشني. وحشني كتير والله. إيه؟ موفق دايما يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. عندنا كلام كتير جدا انا وكابتن احمد رؤوف، ولكن هنطلع نشوف هذا التقرير عن كابتن احمد ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. جول 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 احمد رؤوف، احمد رؤوف. لاعب من طراز خاص قدم مسيرة كبيرة ومشرفة ولفت الأنظار طيلة مشواره الكروي الذي بدأه مع نادي القناة عام 2008، ولفت أنظار أندية الدوري الممتاز لينتقل إلى صفوف إنبي، وتوج مسيرته التي استمرت 6 مواسم بلقب كأس مصر عام 2010-2011 على حساب الزمالك في النهائي، وأصبح الهداف التاريخي لإنبي الكابتن أحمد رؤوف. بدأ اللاعب مع منتخبنا الوطني عام 2008، وحصل مع الفراعنة على بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2010 تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة، وكأس العالم للقارات مع منتخب مصر في جنوب إفريقيا. انضم أحمد رؤوف للقلعة الحمراء في يناير عام 2014 قادماً من الاتحاد الليبي، وتبقى في ذاكرة عشاق القلعة الحمراء هدفا أحمد رؤوف التاريخيان الذي جلب بهما بطولتين للمارد الأحمر، أولهما الهدف الأغلى في مسيرته في مرمى الدفاع الحسني الجديدي المغربي في الكونفدرالية، وحقق الأهلي لقب البطولة في تلك النسخة لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية. والهدف الآخر الذي ساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري عام 2013-2014، وهو الذي جاء في شباك بتروجيت ليختتم رباعية الأهلي في دورة تحديد بطل الدوري بفضل تفوق الأهلي بفارق هدف وحيد عن سموحة. ثم انتقل إلى نادي سموحة في صيف 2016 قبل أن ينتقل للعب في وادي دجلة. وقضى آخر مواسمه في الدوري الممتاز مع بتروجيت والإنتاج الحربي. سجل أحمد رؤوف خلال مسيرته في الدوري المصري مع كافة الأندية 73 هدفاً، وساهم في صناعة 20 آخرين، كما سجل في كأس مصر مع كافة الأندية 15 هدفاً. تلقى عروضاً من بعض الأندية لكنه قرر اعتزال الساحرة المستديرة كلاعب والاكتفاء بما قدمه خلال 17 عاماً من أجل التخطيط لتكرار نجاحه، ولكن هذه المرة كمدرب، وذلك في قطاع الناشئين بالأهلي أحرز فيهم 3 ألقاب مع ناشئي 2001-2003-2006، كما انضم رؤوف للجهاز الفني لفريق طلاع الجيش بقيادة الكابتن محمد يوسف. حصل رؤوف على معايشة مع فريق فيا ريال الإسباني، وخاض فترة معايشة وورش عمل مع مدارس الكرة الإسبانية، وذلك لصقل موهبته التدريبية بالعلم والدراسة. جوان كتيرة وجميلة للنجم أحمد رؤوف، ولكن أهمها في البطولة الكونفدرالية أعتقد هدف في الدقيقة 95 في الدفاع الحسني. الدفاع الحسني الماتش ده فكرنا بالجون ده، يعني فاكره بس فكرنا يعني الشباب الصغير. كان الماتش ده كابتن كنا خارجين أبطال الدوري وكان أول سنة لينا في الكونفدرالية، فكنا كاسبين في مصر 1-0 والفرقة دي تقدمت علينا في المغرب 2-0 وكان خلاص الماتش خلص، يعني كنا خلاص، فربنا كرم بالجون ده في الدقيقة 95 كنتش مصدق حتى حضرتك لو بصيت على فرحتي. كان الكابتن محمد يوسف المدير الفني، كابتن محمد يوسف حتى هو جرى عليا بعد الجون، جرى عليا واحتفلنا كده، كان فرحة كبيرة أصلا في الدقيقة هدف. بس احنا يعني النادي الأهلي دايما بيبقى في الدقيقة 95 بالنسبة له مهمة جدا. طبعا وكملنا المسيره في البطوله، وعماد متعب برضو جاب جون برضو في الدقيقه 95 في سيوا سبورت. طيب
برضو لأنه دلوقتي برضو حصل جديد فيما يخص موضوع حسين الشحات. رابطة الأندية بتحيل شكوى بيراميدز ضد حسين الشحات إلى لجنة التظلمات. قررت لجنة الأندية تحويل مرة تانية أو إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات إلى لجنة التظلمات للبت فيها، زي ما متوقع يعني حصل، زي ما احنا متوقعين. ايه رايك في الموضوع اللي بيحصل ده؟ بص يا كابتن، حسين غلط غلط، ما قلناش حاجه، بس كلنا كلاعيبه في الماتشات كلنا بيحصل مواقف وبنغلط، وحضرتك في موقف غلطت وانا غلطت وكل لعيبه بتغلط، لكن مش مستاهل ان الموضوع كبر بزياده، ودلوقتي دخل المغرب ومصر واللي مش حاجات يعني طبعا هي كلها حاجات معروف داخله من اتجاهات، طبعا من اتجاهات اخرى بوسيله يعني اخرى يعني، لكن الموضوع خلاص لعيب غلط وقدم اعتذار ونزل على صفحته النهارده اعتذر خلاص. والنادي الاهلي طبعا بالقيم والمبادئ في غرامه وقعها الكابتن صلاح حفيظ 300,000 جنيه تقريبا على حسين خلاص، واحنا ولجنه الانضباط تقريبا ورابطه الانديه وقعت غرامه وايقاف ماتشين، فخلاص الموضوع ولعيبه غلط وتعاقب والنادي الاهلي عاقبه. صحيح، بس هو الرقم اكتر من كده، لكن يعني مش ده اللي وارد النهارده في المواقع. 300,000 جنيه للكابتن سيد عبد الحفيظ، وقع غرامه عليه 300,000 جنيه. ولكن يعني كان بيحصل في المباريات اكتر في من كده كمان، مش كده بس يعني كابتن، بيحصل وفي لعيبه كتير حصل منها كده في الانديه الثانيه. واحنا كان بيحصل مواقف ونرفزت ملعب برضه، ده ما يمنعش حسين غلط اوكي، لكن خلاص مش مستاهل ان الموضوع وسع وكبر بطريقه غير طبيعيه يا كابتن. من وجهه نظرك ليه الموضوع عمال يكبر ويوسع كده؟ بص، احنا دلوقتي بعد الخمس بطولات اللي احنا النادي الاهلي حققها السنه دي و82 بونت، دلوقتي انت دلوقتي المواقع والمواقع الاخرى بيصطادوا دلوقتي اي غلطه لاي لعيب في النادي الاهلي. صحيح، انا شايف الموضوع ده اصطياد يعني خلاص. وحسين يعني برضو حسين اداهم فرصه ان الناس تتكلم. حسين غلط طبعا، غلط طبعا طبعا، ودلوقتي كل المواقع الثانيه ووسائل الاعلام بتاع الانديه الثانيه دلوقتي بيصطادوا حسين الشحات غلط وحسين عمل وحسين عمل. وفي حد قال ان حسين ما غلطش؟ لا، هم دلوقتي الموضوع يعني بقى كلنا قلنا ان حسين غلط، وكلنا قلنا طبعا طبعا، بدليل النادي الاهلي ما استناش، بدليل النادي الاهلي ما استناش غرامة على طول. النادي الاهلي دائما ما يغرد خارج السرب يعني. طبعا يا كابتن، بجد كلنا كنا متوقعين، اول ما شفنا كده والله توقعت، كنا قاعدين امبارح بالليل يعني بنتفرج على المباراه، قلت لهم النادي يعني ما اعتقدش الكابتن خطيب يعني هيسكت، ولا سيد طبعاً. كابتن سيد هيسكت، ولا فعلا بعد 10 دقايق ما كملناش بعد الماتش ب 10 دقايق يا كابتن، على الرغم من اعتذار حسين يا كابتن. انت لو شفت اللقطه والفيديو اللي نازل بعد الماتش، حسين خد محمد الشيبي بالحضن وتاسف له في وجود هاني سعيد. ايوه، حتى لو هاني ما يعرفش الموضوع، انا برضو مستغرب، معلش انا اسف ان انا هسالك في هذا الامر، ولكن انا مستغرب جدا لانه هاني حتى لو ما يعرفش، بس الشيبي عارف، الشيبي عارف اللي حصل وعارف حسين عمل معاه ايه وهو عمل مع حسين ايه علشان حسين يصل ان هو يعمل كده معايا. هو ما عملش مع حسين برضه يا كابتن يعني، هو ممكن لو في لقطه لو حضرتك شفناها في الفيديو امبارح، هو بعد تقريبا بعد الجون الاول او الثاني عمل لقطه كده بايده، انت بتعمل لمين كده؟ لا لا لا، وشتم حسين، لانه شتم حسين وغلط برضه في الجمهور، انت بتعمل لمين كده؟ والاستفزاز منه يعني طول الماتش بالمناسبه. لا، هو ليه برضه وقع قبل كده برضه مع علي معلول؟ جاب الجون، جاب الجون بدري الشوط الاول برضه. الشيبي ده ليه وقع مع علي معلول في ماتش السوبر؟ ماتش السوبر صح، مظبوط مظبوط. وليه وقع مع جمهور الاسماعيلي مثلا؟ جمهور الاسماعيلي بس احنا بنتكلم دلوقتي، لو حضرتك رجعت بالذاكره بص اللقطه ده يا كابتن اللي بقول لك عليها. وليه وقع مع علي معلول في ماتش السوبر والماتش ده غلط في حسين وبرضه غلط في جمهور الاهلي، انت بتعمل لمين كده؟ عموما خلينا نتخطى هذا الامر، لانه زي ما اتفقنا انه حسين غلط وخد عقابه من النادي الاهلي. ده بالنسبه لي انا كراجل اهلاوي، انا كان يهمني موقف النادي الاهلي في هذا الامر، وانا وجدت موقف رائع جدا جدا من مجلس اداره ومن جمهور صراحه. صح يا كابتن، بصراحه يعني صح كابتن. جمهور النادي الاهلي بصراحه يعني بجد شابو لجمهور النادي الاهلي اللي قال لك ايه، عايز تعاقب اللعيب لازم تعاقب اللعيب. صح، لازم. صح كابتن. وهذا هو الاهلي ما استناش يا كابتن، ولا اداره النادي الاهلي استنت. احنا صحيح. بعد الماتش ب 10 دقايق بالظبط العقوبه نزلت. صحيح، احنا يعني احنا مش مستنيين طبعا اي عقوبه من اي ناحيه ثانيه، لا كل واحد حقه طبعا، كل واحد ياخد حقه، لكن طبعًا. احنا اول قرار نزل من عندنا من النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي. وبعدين بيني وبينك برضو يعني وانا بتفرج على فيديوهات للشيبي، انا لقيته بيتخانق مع لعيبه مش من بره بيراميدز، من بيراميدز نفسها والله بجد.
في انا في حاجات كتيره انا معايا والله انا معايا فيديوهات كتيره جدا 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 لست سبع ثمان وقائع عملها، لكن انا قلت بلاش، قلت بلاش لانه يعني بجد احنا وصلنا لمرحله ان هو بيتخانق مع زميله في الملعب، في الملعب يعني مش فعادي يعني خلينا نتخطى هذا الامر ونشوف ايه اللي هيحصل. ولكن تحيه كبيره جدا جدا لجمهور النادي الاهلي اللي قال هو الحمايه الحقيقيه، لانه طبعًا جمهور الاهلي خلي بالك قال ايه؟ قال لك عاقب حسين الشحات او عاقب اي حد بيغلط، مش حسين بس، عاقب اي حد بيغلط، ولكن في النهايه انا هحميك، انا واقف في ظهرك لو حصل من اي حد اي حاجه ضدك يعني. فبالتالي هو ده جمهور النادي الاهلي، وهذه هي اداره النادي الاهلي من 1907 وحتى الان، وبنسير هي دي المبادئ بالمناسبه، وهي دي الاخلاق اللي دايما. بس ليا استفسار بسيط يا كابتن، حسين غلط ولجنه رابطه الانديه طبعا عاقبت حسين، طب نعم. محمد الشيبي غلط، ما لازم يبقى العقاب من جميع النواحي، مفروض مفروض يعني اتمنى ان ده يحصل برضه، وان الكل ينظر الى هذا الامر. يعني واحد غلط، وانا عرفت كمان ان رامي ربيعه وحسين الشحات وعلي معلول لما اللاعب نادي بيراميدز جاب الجون راح استفز اللعيبه دي عند الدكه وراحوا قالوا للحكم الرابع، اعتقد ان ده وكان في صوت حد شفت الصوت حضرتك كنت عارض فيديو في لا ده في الكوره بعد لما حسين نزل، بعد ما حسين نزل بس يقول له انا يعني انت بتشتمني بامي ومراتي فخلاص انت عاقبت حسين، خلاص يبقى عاقب الطرف الثاني. لا عاقبت حسين والناس كلها متوافقه على هذا العقاب بالمناسبه، بس برضه في الطرف الثاني غلط بالظبط كده، يبقى العقاب في الناحيتين يا كابتن، ده الطبيعي. الجميع بيتساءل اين العقاب، اين العقاب؟ حضرتك عاقبت طرف، ولكن اين العقاب للطرف الثاني؟ وده اللي هنشوفه خلال الايام القادمه. خلينا نروح شويه للفنيات. يعني بيني وبينك انا مش عايز اطلع كتير في هذا الامر، لانه في النهايه انا كسبان دوري وكسبان دوري ابطال افريقيا وكسبان خمس بطولات يا كابتن، وكسبان كاس وكسبان سوبر وسوبر اخر. فبالتالي خلينا نركز على كولر مثلا. بالنسبه لك كولر شفته ازاي في هذه الفتره، خصوصا في ظل الانجازات الكبيره اللي النادي الاهلي بيعملها في موسم اعتقد ان هو موسم تاريخي طبعا. بيحاول البعض ان يضع بعض الرتوش السوداء على هذا الموسم، في نهاية ولكن الموسم. هذا لن يحدث. بص يا كابتن، البطولات بتتكلم عن كولر، انت بتتكلم خمس بطولات الموسم ده يا كابتن، بتتكلم عن الدوري ال 25 مكسب. كنت اتمنى ان هو بصراحه يعني الجيل ده بعد الخمس بطولات وبعد الموسم التاريخي ان كان يكسر ال 89 بونت بتاعت ريني فايلر بتاع موسم 19 20. كنت اتمنى مكسب الحرس ومكسب امبارح ومكسب بيراميدز ومكسب المصري، كنت توصل 90 بونت. لان الجيل ده يستاهل بصراحه، بصراحه الجيل ده يستاهل. فكنت اتمنى رقم واحد اللي انا اتخطى ال 89 بونت، رقم اتنين ان الموسم ده يخلص بدون خساره، دي كان امنيه شخصيه كاهلاوي. ولكن لم يحدث، ولم يحدث يعني انا بشوف ان الموضوع خلاص انتهى، خلاص انتهى. لكن انا بقول لحضرتك تكمله للانجازات اللي حصلت السنه دي، كنت اتمنى النقطتين دول بالذات. طيب امبارح النادي الاهلي اتغلب، حاول البعض او بيحاول البعض حتى الان التشكيك في النادي الاهلي وفي القيمه الفنيه لكولر ولبعض اللاعبين، ايه رايك في هذا الامر؟ لا طبعا، بص يا كابتن، اي لعيب فينا بيحسم اي بطوله بيدخل في تركيز اي ماتش تاني عادي، مش بتبقى التركيز مش قوي برضه يا كابتن. يعني برضه ماتش بيراميدز ده لو ماتش البطوله، لا الوضع هيختلف تماما، الوضع هيختلف مع احترامي الشديد لاي فرقه. ما انا اديتك ثلاثه قبل كده في ماتش البطوله، وماتش الزمالك لما كان ماتش الحسم كسبت اربعه. فالامور مختلفه، اللي انت حسمت الدوري وحسم الدوري بقالك كتير، فتركيز اللعيب مننا في اي ماتش زي كده ما بقاش القوه الكامله للتركيز يا كابتن. فده ما يقللش من اي حاجه. انا خدت البطوله 25 مكسب، 7 تعادل، 82 بونت، خلاص مش فارق كتير قوي. خسرت ماتش، وارد، مفيش فرقه في العالم بتفضل تكسب يا كابتن، خسرت ماتش. وبيني وبينك برضو انت تقدر تاكد لي الموضوع ده، لما كل يوم بتلعب عدد كبير من المباريات زي ما قلت حوالي اكتر من 60 مباراه 60 في هذا الموسم، وهو عدد كبير جدا 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 بالنسبه للكره القدم العالميه حتى، طبعا انت نفسك بيجي لك حاله زهق يا كابتن، ملل، حاله من الملل، تشبع. برافو عليك، بيحصل طبعا يا كابتن، تحصل معاك اعتقد كتير يا كابتن كتير، اللي انا بلحم موسم في موسم ومنتخب جات لي حاله زهق. انت طبيعي بتبقى عامل ازاي؟ ماليش نفس العب،
خلاص مليت، محتاج اريح، محتاج افصل، محتاج ارجع اشتاق تاني للماتشات. فوارد معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب امبارح حاله ملل، محتاج ان انا كنت اريح، محتاج افصل شويه. اريح زي الموسم ما خلصش. ممكن مالي عنده ماتش يوم 30 مع الداخليه، مع الداخليه وفي ماتش بعد بكره المصري تقريبا، غير المصري في الدوري، في ماتش الداخليه. بس كان ماتش بيراميدز كنت ممكن اريح كام لعيب؟ ما هو ريح 3 4 لعيب، 3 كان ممكن برضو اريح تاني اكتر يعني، أكتر. عدد اكبر كان وارد اريح تاني برضو. كان وارد اريح في ماتش الحرس. يعني انا بشوف ان بص كولر اختار جمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ان يضع كولر على او على قمه الامور طبعا. الامور الفنيه، وبالتالي كولر هو من يختار، هو طبعا. من عايز يلعب باحمد رؤوف فبيلعب احمد رؤوف، عايز يلعب اسلام بيلعب طبعا. اسلام ففي النهايه وثقنا فيه، فجاب لنا 5 بطولات من 5 بطولات، فبالتالي خلينا واثقين فيه، خلينا في ظهره، خلينا واقفين معاه، خلينا نشوف ايه اللي بيعمله، لانه في النهايه انا مش شايف ان في حاجه حصلت كبيره خالص. ما في حاله، انا بشوفها حاله من الزهق والتشبع. والتشبع بتوصلني ان انا اتنرفز بقى كمان. بس كابتن يعني ده ماتش وخسرته، خسرته بعد الماتش الخامس السادس العاشر، ماتش وخسر بعد ما انا حسمت بطوله، فمش هنقف عند هزيمه وماتش وخلص وانتهى وخلصت يا كابتن. مش هنقلل من انجازات الراجل خالص. النادي الاهلي هو الاكثر خوضا للمباريات في العالم على فكره، ده رقم حقيقي. ايوه اعتقد كان له تاثير سلبي حاليا، بقى احنا بنشوف هذا التاثير طبعا يا كابتن. في لعيبه برضو، لعيبه بقى لها فتره جات لها حاله ارهاق يا كابتن، ارهاق ذهني، ارهاق بدني. فانت شوف كم بطوله السنه دي لعبتها يا كابتن اسلام، كم بطوله، كم ماتشات غير طبيعيه. فبرضو ارجع اقول لحضرتك تاني، مش هنقلل من الانجازات اللي عملها الراجل، وماتش وخلص وماتش وعدى وكان لم يكن، عادي خالص وارد. طيب خلينا ننتقل الى السنه دي، السنه دي يعني او السنه الجديده يعني مش عارفين نطلع ونخش من حته نخش. السنه الجديده يا سنه عندك فيها مباريات كثيره جدا، احتمال تتجاوز ال 60 65 70 مباراه احتمال، اذا وصلت لكل المباريات النهائيه في كل البطولات اللي هتلعب فيها هتصل الى عدد كبير جدا. هتعدي السنه دي، هتعدي السنه دي كتير. ايه رايك في اللي بيعمله النادي الاهلي وفي تدعيمات النادي الاهلي؟ اولى التدعيمات امام عاشور، وهناك تدعيمات اخرى طبعا. انت كنت محتاج لعيب بديل لحمد فتحي، فاعتقد ان صفقه امام عاشور من الصفقات القويه في النادي الاهلي. ولسه في تدعيمات ثانيه، اعتقد في راس حربه جاي تقريبا، سمعنا عن كذا اسم مرشح. انت برضو محتاج راس حربه. بس وفي تدعيمات، انت محتاج على الاقل 3 أو 4 صفقات يا كابتن، 3 أو 4 صفقات تانيين. محتاج. طب بما انك كنت هداف كبير يا احمد، ايه رايك في هجوم النادي الاهلي خلال هذا الموسم؟ لا يعني انت محمد شريف 11 جون السنه دي مظبوط، كهربا اعتقد 9 بس انت لا بس وممكن صلاح محسن يرجع، بس انت ناقصك الفروت المحطه. يعني يمكن كهربا ومحمد شريف ليهم طريقه لعب مختلفه. انت في ازاي مثلا كان في مانشستر سيتي، فجوارديولا جاب هالاند فيرود محطه ممكن تطلع عليه، احنا يمكن ناقصنا حته الفيرود المحطه اللي انا ممكن اطلع عليه. ويبقى المدرب في ايده ان هو يختار ما يريده بقى طبعًا. عايز النهارده العب بشكل فلان ماشي طبعًا. بشكل علاب ماشي. عندك كهربا، عندك شريف، ممكن صلاح محسن لو رجع هيجي لك الاسطمبه الجديده اللي هو الفيرود المحطه، هيفرق معانا برده في الجزئيه دي. طيب بشكل عام بقى، ايه رايك في مستوى بطوله الدوري هذا الموسم؟ لا بطوله قويه يا كابتن، بطوله دوري عاجبك السنه دي؟ طبعا يا كابتن. بدليل المنافسه بتاعه الهبوط، انت شفت كام فرقه كانت بتنافس على الهبوط يا كابتن؟ 7 8 فرق بينافسوا على الهبوط. سيراميكا، البنك، الداخليه، اسوان، المحله. هل ده دليل قوه ولا دليل ضعف؟ لا دليل قوه. قوه ان برضو انت الاهلي خلاص حسم البطوله. المنافسه كانت في المركز الثاني والثالث والرابع، بيراميدز الثاني، الزمالك الثالث، فيوتشر الرابع. بعد كده كل المراكز شبه بعض، المصري خامس، المقاولين، الاتحاد، اخر 7 8 فرق بينافسوا على الهبوط. هل كنت تتوقع لوصول المقاولين مع كابتن شوقي غريب؟ كنت اتوقع ان برضه الكابتن شوقي غريب عنده ما يملك من الخبرات في المنتخبات اللي هو يقدر يوصل ويعمل نتائج كويسه. عجبك اداء مين من الفرق اللي انت اتفاجئت بيه السنه دي؟ اتفاجئت مستوى سواء ايجابي او سلبي؟ لا انا السنه دي كان الفرقه بالعدد اللعيبه اللي عندها تقدر تنافس مستريح، سيراميكا عندها لعيبه كويسه قوي، والبنك الاهلي. والبنك الاهلي طبعا صح، برافو عليك. تقال قوي يا كابتن، امكانيات بشريه، امكانيات ماديه، كل حاجه موجوده.
اللي انا انافس لحد اخر اسبوعين على الهبوط اعتقد موضوع صعب. اتفاجئت بهبوط غزل المحله، اتفاجئت بهبوط اسوان. الفرق دي في الدور الاول كان في المركز الثالث والرابع والخامس، صحيح. كان مراكز غريبه. الدور الثاني ما فيش اي مكسب غير حاجات بسيطه جدا يا كابتن. اللي انا ناديين جماهيرين ينزلوا اعتقد دي كارثه. إيه يعني ايه الفارق بقى ما بين الانديه الجماهيريه والانديه الشركه؟ طبعا يا كابتن الانديه الجماهيريه لعب، حضرتك عارف يا كابتن، لعب مختلف. انت مجرد بس صوت الجمهور بينده عليك غصب عنك بتموت نفسك. موضوع الانديه الجماهيريه يا كابتن وجودها حاجه عظيمه لاي لعيب، وحاجه بتفرق معايا كلعيب. لما تجيب جون والجمهور ينده عليك، لا جو مختلف خالص. كان متوقع هبوط حرس الحدود؟ من البدايه. من البدايه؟ من البدايه. ان كانت الامور ما اعرفش فيها، الامور فلتت، هزيمه بتجيب هزيمه، هزيمه بتجيب هزيمه، هزائم كثيره 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 فلت خلاص. تحس ان اللعيبه جات لها حاله لا مبالاه. نادي طلاع الجيش كان عامل فريق جيد جدا، ولكن ايضا للاسابيع الاخيره بيتنافس مع بقيه الفرق او بيتصارعوا على الـ بص يا كابتن، احنا يمكن مسكنا فرقه الجيش، انا كنت مع كابتن محمد يوسف، منظومه محترمه جدا. لكن برضو اللعيبه جات لها فقدت حته المكسب برضو. طبعا قعدنا نعاني، فاللعيب بتخسر. بس يوسف كان عامل، كنتوا عاملين فرقه كويسه، فرقه كويسه قوي. وعاملين شغل كابتن، انا مش عايز اقول لحضرتك كابتن، الكابتن كان بيجي النادي من 10 الصبح، يمشي مثلا الساعه 7 8 9 بالليل. شغل وحاجات، بس ما فيش توفيق، في حاجه مش طبيعيه. اوكي. عملنا كل حاجه. فابتدت هزيمه تجيب هزيمه، هزيمه تجيب هزيمه، لحد ما مشينا. بعد كده برضو جه الكابتن عماد النحاس، ما مشيتش جه بس الكابتن بسيوني، كسب 3 ماتشات ورا بعض، فرقوا هم طبعًا. اللي قعدوهم طبعا طبعا طبعا. ولكن هو فريق جيد، فريق طلع الجيش، منظومه محترمه. طبعا منظومه محترمه بصراحه. نعم، موفرين كل حاجه. طيب على الجانب الاخر، في فرق في وسط الجدول، يعني سموحه برضو كنا نتوقع منها افضل من كده. الاسماعيلي، والحقيقه برضو للحظات الاخيره وللاسابيع الاخيره، يعني الاسماعيلي برضو باسمه الكبير وتاريخه الكبير، لم نتوقع ان يصل الى هذه الدرجه من اللي كان بيحصل. انديه اخرى يعني، بص يا كابتن، الاسماعيلي يمكن المشاكل اللي حصلت وتغييرات مجلس الاداره وكده، لكن برضو اسم الاسماعيلي كبير طبعا. الاسماعيلي يوصل لحد الاسبوع الاخير اللي هو بينافس على الهبوط، ده برضو حاجه مش طبيعيه يا كابتن. يعني برازيل مصر زي ما بيقولوا، يعني ما ينفعش ينافس بالطريقه دي. ما ينفعش خالص. برضو ارجع اقول لحضرتك، فرقه زي البنك الاهلي وسيراميكا ما ينفعوش اللي هم ينافسوا على الهبوط. الاتحاد سكندري برضو، بس الاتحاد يعني لحق نفسه بدري. يعني يمكن النتائج بتاع الاتحاد في الاخر، مدرب كويس على فكره، مشي وجي كابتن طارق العشري. من يومين بالظبط. مدرب كويس جدا زرون. لكن الفرقه دي كانت ماشيه بشكل كويس في الاول، جه في الاخر برضو خسرت كذا ماتش ورا بعض. لكن برضو هم كانوا مأمنين نفسهم من بدري، عندهم عدد كبير من النقاط يقدروا يأمنوا نفسهم. أمنوا نفسهم من بدري، المقاولين هكذا، المصري هكذا. لكن في 7-8 فرق كانوا بيعانوا لحد 36 بونت. برضو إنبي برضو في الاخر لحق نفسه. إنبي مع تامر مصطفى عملوا شغل كويس. طبعا مدرب كويس قوي، شخصيه محترمه جدا يعني. الجونه وزد وبلديه المحله، شايفهم ازاي هذا الموسم في الدوري العام؟ الجونه وزد او العام الجديد يعني. بص يا كابتن، الفرقتين دول هيدعموا في امكانيات ماديه طبعا. اعتقد هو زد معاها كابتن مجدي عبد العاطي زي ما هم، صح؟ مكمل. الجونه لسه، كان من امبارح تقريبا بيقولوا ان في مفاوضات مع كابتن طلعت يوسف. طبعا مدرب كبير، بس في تعثر في المفاوضات، فلسه لم يستقر على المدير الفني الجديد. اوكي. بلديه المحله مكمل فيها تقريبا لحد دلوقتي احمد عبد الرؤوف. زد امكانيات موجوده، جونه امكانيات موجوده، بلديه المحله نادي جماهيري. برضو نادي جماهيري طبعا، هتلاقي في دعم جماهيري كبير. لكن مش بالدعم، مش من الانديه الماديه الغنيه. شايف ان هم يقدروا يقعدوا السنه الجايه الثلاث انديه دول؟ وارد. زد هيقعد بنسبه كبيره. الجونه لحد دلوقتي ما سمعناش على اي صفقات في الجونه، ما سمعناش عن اي حاجه، تحس ان في تعتيم جامد، تكتم شديد. مين مسؤول، مين بيجيب اللعيبه، مين بيتعاقد، الجونه تعاقد مع مين، في
في تعتيم غير طبيعي. حتى الان لم تظهر اي صفقه في نادي الجونه. زيد بيجيب، بيفاوض على لطفي، بيفاوض مجموعه لعيبه من النادي الاهلي، صحيح. طبعا ففي حاجات معلومه بالنسبه لزيد. بلديه المحله برضو ما فيش اي لعيبه ظهرت ان حد رايح البلديه غير خبر يمكن قريناه اللي هم بيفاوضوا كام لعيب من المحله. وطلع احمد عبد الرؤوف انكر، قال لك انا مش محتاج اي لعيب من فرقه من اللعيبه اللي نزلت فرقه المحله. ففي حاجات لسه لم تتضح لحد الان. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. خليني اخدك لمنتخب مصر ورؤيتك لمنتخب مصر مع روي فيتوريا. لا، الراجل عامل نتائج كويسه رغم ان روي فيتوريا النهارده قالوا ان هو احتمال رايح اهلي جده. انا قريت الخبر النهارده ان اهلي جده هو الراجل بيقول لك رحب. هو طلع نفى بالمناسبه، هو نفى من شويه، لسه من قريب، من ساعتين ثلاثه كده. فمش عارفين الخبر صح او غلط، لكن احنا كلنا قرينا النهارده ان الاهلي جده خد موافقه روي فيتوريا. صحيح. بس هو ماشي كويس مع المنتخب ولا ايه ورايك؟ لا، ماشي كويس. ماشي كويس لحد وقتنا. ايه الفرق ما بين فيتوريا واي حد تاني اللي قبله؟ ممكن يكون روي فيتوريا. بص يا كابتن، احنا دايما احنا بنسند في المنتخبات الاجنبي. ما الكابتن حسام كان عامل نتائج كويسه. كابتن حسام البدري تقريبا ما خسرش ولا ماتش. لم يخسر. لم يخسر. بس هو المدرب الاجنبي بالنسبه للاعلام المصري بيقدر يسيطر. بيقدر يسيطر عليه. بس لكن هو مسنود اعلاميا. والنتائج مساعده. لا يعني اختياراته مثلا يعني. لا، اختياراته كويسه يعني. هو في ميزه بصراحه اللي هو يعني في محمود حماده من فاركو بياخد من جميع الانديه، اختياراته كويسه. يعني الراجل اختياراته كويسه. طيب، هل المنتخب قادر على التتويج ببطوله كاس الامم الافريقيه في السنه القادمه؟ اتمنى. لا يعني انت شايف الدنيا ماشيه في اتجاه، يعني احنا شفنا المنتخب الاولمبي وفوز او صعود المنتخب الاولمبي الى باريس 2024، وصوله للمباراه النهائيه امام المغرب وخسارته في الدقائق او في الدقيقه الاخيره، فالأخير ده شيء جيد. لكن على مستوى المنتخب الاول يعني انا متخيل ان احنا حتى الان لم نجد اي، ما لعبناش اي مباراه باستثناء بلجيكا. احنا لحد دلوقتي ما قابلناش منافس قوي. احنا قابلنا مثلا غينيا، قابلنا اثيوبيا، برضو منتخبات مش من التصنيف الاول. احنا لسه الاختبار اللي احنا لما نقابل التصنيف الاول يا كابتن، نقابل فرق من الفرق الكبيره، هيبان المستوى الحقيقي للمنتخب مصر. بالنسبه للمنتخب الاولمبي، هل كنت تتوقع اللي حصل مع المنتخب الاولمبي؟ انا قلقت في اول ماتش تقريبا، ماتش التعادل فيه، اول ماتش تقريبا اللي تعادلنا فيه مع الجابون تقريبا. لكن بعد كده كل حاجه اتغيرت. واللعيبه فعلا اثبتت ان هم. لا يعني الجيل ده بالنسبه لك انت شايفه ازاي؟ هي فرصه. يعني الجيل ده ما فيهوش اسماء، يعني ما فيهوش واحد أسماء. او اثنين ممكن، يعني اللي تعرفهم احمد حسن كوكا، ابراهيم عادل، حمزه، يعني في كان محمد. بعد كده عرفنا بقى محمد. لا عرفنا في البطوله، انا كنت قبل البطوله ماسكه عندي. ماسكه في الجيش. لعيب كويس محمد. لعيب كويس. لعيب كويس. انتوا كنتوا بتلعبوه؟ كنا بنلعبه دايما. لعيب كويس، لعيب امكانياته عاليه. بس فابتدت لعيبه، ابتدينا نعرف لعيبه كتيره من خلال البطوله. فما حدش كان متوقع ان بصراحه، عشان الاسماء ما فيش اسم بارز فيهم زي ما حضرتك بتقول غير اثنين او ثلاثه، فما حدش كان متوقع ان اللعيبه دي هتوصل لاعلى مدى اللي احنا وصلنا فيه. روجيرو ميكالي شايفه ازاي كمدير فني؟ نجح. اللي هو نجح، الراجل صعد، اللي كان مطلوب منه صعد الاولمبياد. فاعتقد ان هو مدرب كويس. طيب، انت نفسك بقى كنت مختفي فين الفتره اللي فاتت؟ لا يعني خلص. من بعد طلاع الجيش فمختفي، مستنيين اي عروض تانية ان شاء الله. يعني انت بتنتظر العروض. منتظر العروض. انت خدت رخص قريب؟ عملت حاجه؟ عارف ان في كان طلعت فتره معايشه كده، وشغال دلوقتي كورسات ودورات، مستني اي فرصه ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. طيب، بما اننا بنتكلم عن الرخص والكلام ده كله، انت عملت معايشات اوروبيه؟ عملت حاجه من هذا القبيل؟ عملت بره اسبوع كده في اسبانيا، في فياريال. في فياريال. والله؟ الامور عامله ازاي؟ الامور شبه عندنا كده؟ لا مختلفه يا كابتن. ايه اللي مختلف بقى؟ لا كل حاجه. كل حاجة في تدريب، في بس انا بسمع كل حاجه على طول، لكن ايه لا في تدريب، في تغذيه، في حياه احترافيه، في معلش يا رؤوف، يعني ايه تدريب؟ فهمني. بص يا كابتن، اللعيب نازل من الفندق للملعب، الجرعه التدريبيه، كل انت احمد رؤوف ناقصه 1 2 3، بينزل بينفذ برنامج معين بناء على الحاجات النواقص اللي هو
كابتن اسلام ناقص واحد من ثلاثة بينزل ينفذ البرنامج بتاعه بعيد عن اي حد. حلو. بس في كل واحد ليه اختصاصه. انت ناقصك واحد من ثلاثة بتنزل تتنفذ قبل التمرين. وبعدين التمرين عادي اللي هو التمرين زي العادية. يعني اه طبعا. ولا في لا 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 كل شباب بعض. اه كل شباب كل شباب بعض كل شباب بعض. امال بس احترافية في اكل في شرب في نوم في تغذية في كل حاجة. اه. كل حاجة مختلفة. بس انا كل ما اسال حد يقول لك اه لا في فرق كبير. طب يا جماعة لا لا هو مش فرق كبير قوي يعني هو فرق كبير في النوم في التغذية في حياة احترافية سليمة. لكن التمرين وكل كله متشابه. ما انا لسه كنت هقول لك لا كحصة تدريبية كله متشابه. كشغل على الجون كله متشابه، كشغل مدافعين كله متشابه. بدني كله متشابه. برضو اه طبعا. اللي في مصر موجود بره. ايه اللي بيفرق المدير الفني ده عن المدير الفني ده؟ اللي المعامله النفسيه. المعامله النفسيه الجانب النفسي. ازاي ان انا كمدير فني اخلي اللعيب ده يحبني وازاي اخلي اللعيب ده يموت نفسه عشاني. ده طبعا بجانب طبعا بجانب الامور الفنيه طبعا. اه طبعا. لكن الجانب النفسي انا كلاعب كوره ودلوقتي بقيت مدرب لا الجانب النفسي بيفرق اكتر من طبعا بيحمل جزء كبير يا كابتن ان اللعيب يحبك اللعيب يحترمك. لو بيحبك وبيحترمك هينفذ لك الفن هينفذ لك وعايز يكسب عشانك. يمكن كولر عمل كده مع لعيبه النادي الاهلي فعشان كده كلهم تحس كلهم بيحبوه كلهم قريبين منه. يعني اللي حتى بص حضرتك يا كابتن اي لعيب توقع اي لعيب في النادي الاهلي بيلعب بيقعد بره بره جوه لعب غير مفيش اي حاجه. تلاقي الامور هاديه. كله بياخد حقه. وده اللي نجح سياسه كولر. كابتن اسلام بيلعب احمد بره احمد بره ال 18 كابتن اسلام احتياطي كل اللعيبه واحده وكله بياخد. لو معاك عدد كبير من اللاعبين تقدر تعمل التدوير او الروتيشن. عمل روتيشن وكله بياخد واللي بياخد بيأدي. بدليل احمد نبيل كوكا لعب وخد مان اوف ذا ماتش حضرتك لو تفتكر من ماتشين. اه ماتشين. مصطفى شوبير لما لعب صحيح كله لعب. لا وتغييره وكريم الدبيس امبارح لعب كان في فرقتي في النادي الاهلي في 2003 والله لعيب كويس لعيب كويس اه لعيب كويس جريء من اللعيبه يعني افتكر له كوره امبارح اتلعبت وراح وعدى وشوط جريء شخصيه تتوقع له ان هو يكمل لا هيكمل اللي هو كريم شخصيه يعني بص حضرتك عليها يا كابتن اسلام شخصيه في الملعب مش خايف وده من النوايا اللي احنا محتاجينها. اه كوكا هكذا لعيب كويس لعيب عنده شخصيه. حمزه علاء مصطفى شوبير النادي الاهلي ناقصه ايه؟ فنيا يعني في الملعب ناقصه انا كنت اتمنى يبقى فيه بديل لعلي معلول. بديل لعلي معلول اتمنى يبقى فيه راس حربه نوعيه مختلفه عن كهربا. بتتكلم هنا عن الدبيس ما هو الدبيس برده ما هو لسه جاي يعني الدبيس جاي اه فلسه محتاج وقت شويه فانت لازم تجيب حد بقى. اه محتاج اوكي محتاج راس حربه اسطمبه مختلفه عن كهربا وشريف فيها ده في بس كده. آه. مش محتاج حد في نص الملعب. ما انت جبت امام عاشور بقى مع لا لا في ديانج وامام عاشور وعمرو السليه ومروان عطيه اه خلي بالك في اكرم برضو صحيح وفي اكرم راجع انت مش محتاج. باك رايت موجود محمد هاني وخالد عبد الفتاح. طرف حسين الشحات وبيرسيتا وصلاح محسن يلعب طرف شريف يلعب طرف كهربا بيلعب طرف. وفي طاهر وفي احمد وفي طاهر وفي احمد عبد القادر. عندك كتير. وخلي بالك كريم فؤاد لما يرجع وكريم لما يرجع كريم هتوظفه باك رايت باك ليفت هتوظفه قدام في اي جناح هتوظفه صلاح محسن هتوظفه. فعندك بدائل كتير. هتمشي الشناوي ممكن تحتاج حارس مرمى لو الشناوي مشي. هيبقى عندك حمزه علاء وممكن علي لطفي لو ما برضو الشناوي مشي هتحتاج ان علي لطفي يقعد. هيبقى عندك علي وحمزه ومصطفى شوبير. ممكن ما تحتاجش كمان حارس مرمى. اوكي الثلاثه بيؤدوا بشكل جيد قد وكل واحد فيهم ادى. مصطفى شوبير ادى في النهائي بشكل كويس، حمزه علاء في منتخب اليوم بادى، علي بيلعب بيبقى كويس. الفتره اللي جايه النادي الاهلي محتاج ايه؟ يعني مش من الناحيه الفنيه بقى محتاج ايه اللعيبه محتاجه ايه ان هي تقعد مع بعض اكتر، تاخد اجازه، تكمل، يعني انت مثلا عندك ماتش يوم 30 لو ربنا كرمك وكسبت، طبعا عندك ماتش يوم الاربعاء المصري. المصري. ماتش مهم وصعب وكل حاجه ولكن يعني انت خدت الدوري خلاص. انا محتاج اريح ماتش المصري. نعم محتاج اريح كام لعيب ماتش المصري قد ايه اريح 7 8 لعيبه اكبر عدد تقدر اكبر عدد رايح. ممكن اريحه في ماتش المصري انت داخل برضه على ماتش الداخليه في كاس مصر بطوله طبعا ما ده اللي انا بقولك عليه ف
فانت ما فيش وقت عندك للراحه غير الماتش. لو ربنا كرمك وكسبت الداخليه عندك المصري، عندك المصري بعدها بيومين ثلاثه بثلاث ايام بعدها فانت الفرصه الوحيده ليك اللي انت ممكن تريح ماتش المصري. ماشي 4-4-8 اعتقد الماتش المصري لو وصلت يعني 5-8 و 4-8 تقريبا في هل هتلحق تاخد اجازه بعد كده؟ حسب بدايه السيزون بقى. ان تقريبا كابتن صلاح حفيظ التعاقد مع في مع شركه ان في معسكر في هولندا. فيا ترى امتى المعسكر وامتى بدايه فتره الاعداد ممكن ما تلحقش تريح؟ وارد. لا بس انت محتاج قد ايه مثلا؟ محتاج تريح 10 ايام اسبوع 10 ايام من ماشي 10 ايام بس انت بعد كده دي ما فيش راحه بعد كده. انت الموسم اللي جاي زي ما حضرتك قلت موسم طويل موسم طويل موسم طويل وهتعدي السنه دي في كل حته وسفر السنه وسفر وافريقيا وقصص كبيره الموسم الجاي. احنا السنه دي بنقول ما ريحناش 60 ماتش زي ما حضرتك قلت السنه دي داخلين في 60 ماتش السنه الجايه اعلى بكتير. لا السنه الجايه اعلى اعلى بكتير هنعدي لانه عدد بطولات اكتر اكتر. فهتبقى الفتره الوحيده اللي هي بعد ماتش المصري مثلا بعد 4-8 تاخد لك 10 ايام اقصى حاجه. انا كنت سامع ان في احتمال ياجلوا مباراه الداخليه، اعتقد ان تم رفض هذا الطلب ولا لا؟ لا رفض رسمي خلاص. رسمي الماتش في ميعاده يوم 30 هتلعب يوم 30 لو ربنا كرمك هتلعب يوم 4 تلعب 4 المصري هتلعب 4 بعد كده ان شاء الله. عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل في هذا الامر. احمد شرفت ونورت وسعيد جدا جدا بوجودك معايا، واتمنى كده ان انت ما تغيبش عننا كل فتره تيجي كده نشوفك. طبعا شرف ليا يا كابتن والله، ومبسوط ان انا مع حضرتك النهارده وبشكرك على الكلام الجميل ده وسعيد ان انا معاك. انا اللي بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد رؤوف كان ضيفا معنا في هذه الفقره. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير.